حبايبي طلبة وطلبات الصف السادس الإعدادي، النهاردة هنكمل درس سعد زغلول. أنا عارف الجزء الأولاني بتاع ثورة 19 كان طويل أوي، أو في أفكار كتير، أو في دوشة كتير، أو كلامه كتير. لو عايز تراجع صح، سيبك من الأحداث التاريخية الكتير إحنا قلناها مع بعض، إحنا قلناها عشان تفهم وتستوعب. تعال نتكلم بسرعة بسرعة. سعد بعد الحرب العالمية الأولى راح للسير وينجت يقول له حبة حاجات، لو سمحت مبروك على الحرب، ارفع الرقابة على الصحف، الغي الحماية البريطانية، الغي الأحكام العرفية، سفرني لمؤتمر الصلح باريس. رفض سعد، وانت بصفتك ايه بتتكلم؟ جاب له توكيلات سعد زغلول، بعدها نفاه إلى جزيرة مالطا. الشعب ما سكتش، قام بثورة 19 نتيجة الثورة، عزل السير وينجت، تعيين الجنرال الليمبي، الإفراج عن سعد، السماح له بالسفر، راح مؤتمر الصلح، جاله خيبة أمل لاعتراف أعضاء المؤتمر بوجود الحماية البريطانية على مصر. بعدها إنجلترا بعتت لمصر وزير المستعمرات البريطانية ميرنر عشان يتفاوض مع الشعب، فشلت المفاوضات. بعدها حصلت مفاوضات ما بين رئيس الوزراء، رئيس الحكومة المصرية عادل يكن، وزير خارجية بريطانيا كيرزون، فشلت. قدم عادل يكن استقالته، رفض رجال السياسة تشكيل أي وزارة، تم إلقاء القبض على سعد زغلول ونفاه للمرة الثانية إلى جزيرة سيشي في المحيط الهندي عام 1921. الشعب المصري قام بمقاطعة البضائع والسفن البريطانية، تم الإفراج عن سعد مرة أخرى وإصدار تصريح 28 فبراير. 28 فبراير التصريح له إيجابيات، له أربع تحفظات اللي هي العيوب. نتائج التصريح، حاكم مصر الملك فؤاد خد لقب ملك بدل سلطان، أعيدت وزارة الخارجية، وشكل عبد الخالق ثروت لجنة مكونة من 30 عضو لإعداد دستور 1923. ده اللي احنا رجعناه بسرعة بتاع الدرس والجزء اللي فات. نتكلم بقى النهاردة على بداية تصريح ال 28 فبراير، النتيجة ترتبط عليه إصدار دستور 1923. الدستور له إيجابيات، له سلبيات، نشوف مع بعض. دستور 19 ابريل 1923. المميزات: الأمة مصدر السلطات، ووضع نهاية للحكم المطلق. يعني ايه يا مستر الأمة مصدر السلطات؟ يعني الشعب هو اللي بيعمل قوانين، نشوف القوانين دي حلوة ولا وحشة. تاني حاجة، مبدأ المساواة بين جميع المصريين في الحقوق والواجبات، كل الناس متساويين مع بعض. تالت حاجة، احترام الحريات العامة، كل واحد لقى حريته. عيوب الدستور، أعطى الملك سلطات واسعة، كان من حق الملك حل البرلمان، إلغاء البرلمان، والدعوة لانتخابات جديدة. كان في إيجابيات بس كان في سلبيات، مميزات في عيوب، بس برضه الدستور كان حلو. الدستور خلى يعمل انتخابات عامة، الانتخابات فاز فيها حزب الوفد بالأغلبية، حزب الوفد برئاسة سعد زغلول، فقام شكل سعد زغلول أول وزارة برلمانية في يناير 1924، عرفت بوزارة الشعب. الوزارة دي عرفت بوزارة الشعب. وزارة إيه؟ الشعب. ليه؟ عشان حزب الوفد حصل على 90% من الانتخابات، انتخابات الشعب، فسميت اسم وزارة الشعب. انت كده عندك وزارتين، عندك وزارة شعب، عندك وزارة الثورة، وزارة الشعب سعد زغلول، وزارة الثورة البارودي، تمام. وتم افتتاح اول برلمان مصري في عام 1924. الوزارة بتاعت سعد زغلول يا جماعة وزارة كانت حلوة جدا جدا جدا،
اهتمت بالزراعه، بالصناعه، التجاره، الصحه، التعليم، حتى كمان اهتمت بالسودان وبعت جزء من الجيش المصري في السودان. الوزاره كانت كويسه جدا، بس للاسف ما كملتش اكتر من 10 شهور، ما كملتش سنه. ليه؟ انجلترا عايزه تتخلص من هذه الوزاره. طب هتخلص منها ازاي وانجلترا عارفه ان الوزاره دي جايه مع الشعب، الشعب هو اللي معينها؟ هتخلص منها ازاي؟ حصلت حاجه غريبه احنا مش عارفين هي كانت مدبره ازاي، احنا مش عارفين. قائد عام الجيش المصري في السودان، طبعا انت عارف الجيش بيبقى القائد انجليزي، اسمه السير لستيك، تم اغتياله. مش عارفين يا ابني مين اللي اغتاله، هل اللي اغتاله المصريين زي ما هم قالوا ام انجلترا؟ الله اعلم. هو اللي حصل، تم اغتيال السير لستيك يوم 19 نوفمبر 1924. قامت بريطانيا، المعتمد البريطاني بتاعها اللي هو اللورد اللينبي، اللي هو اتعين بعد ثورة 19، بس كان جنرال، جنرال لينبي، اترقى بقى اللورد اللينبي. بعت انذار شديد اللهجة للحكومة المصرية، وزارة سعد زغلول، بيقول له فيه اول حاجة سحب الجيش المصري من السودان، تاني حاجة دفع غرامة 500,000 جنيه تعويض لراجل اتقتل، تم اغتياله. سعد رفض، قدم استقالته. فالوزاره بتاعت سعد ما كملتش سنه، يا دوبك 10 شهور. ليه استقال سعد؟ بسبب اغتيال السير لستيك في 19 نوفمبر 24، القائد العام للجيش المصري وحاكم العام للسودان. في يوم 22 نوفمبر قدم المندوب السامي البريطاني اللورد اللينبي انذار للحكومه المصريه، وطلب عده مطالب، منها سحب الجيش المصري من السودان. طبعا دفع 500,000 دي مش عندنا. طبعا 500,000 جنيه كان رقم كبير يا جماعه. قدم سعد زغلول استقالته في اليوم التالي. خلي بالكم امتحان الغربيه 2016 كان يوم 19 نوفمبر، ده اذكر حدث التاريخي 19 نوفمبر 24 اللي هو اغتيال السير لستيك. هنا سعد رفض، قدم استقالته، تشكل بعد كده وزارة واحد اسمه زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ، وقبل فعلا سحب الجيش المصري من السودان. بعدها في أغسطس 1927 توفى سعد زغلول. سعد زغلول يا جماعة لما توفى، سعد زغلول كان ماسك منصبين مهمين، حزب الوفد اللي هو مؤسسه، حزب الوفد والوزارة. الوزارة مش دائمة، يعني ايه مش دائمة؟ الوزارة ممكن اتعين امشي ارجع اتعين تاني امشي، ده في الوزارة. اما في حزب الوفد لا، ده انا موجود لحد ما اموت. زي ما افتكر كده الحزب الوطني، كان مين في الحزب الوطني؟ مصطفى كامل. بعد وفاة مصطفى كامل محمد فريد، نفس الفكرة. حزب الوفد اللي مؤسسه سعد زغلول هو رئيسه لحد ما مات. بعد ما توفى تولى حزب الوفد مصطفى بن حارس، راجل وطني مصري مخلص لبلده، مصطفى النحاس. احيانا مصطفى النحاس يمسك الوزاره يتشال يرجع تاني، يتشال يروح، هو في الوزاره يروح وبيشال، يشال وبيروح. اما في الحزب الوطني، سوري، في الحزب الوفد مصطفى النحاس في حزب الوفد لحد ما يموت. تمام؟ هنا بعد وفاه سعد زغلول، بعد وفاته سعد زغلول، اللي مسك حزب الوفد مصطفى النحاس، اللي مسك الوزاره واحد اسمه اسماعيل صدقي. اسماعيل صدقي، خلي بالك، اللي مسك الوزاره بعد استقاله سعد زيور باشا، اللي مسك الوزاره بعد وفاه سعد اسماعيل صدقي. اسماعيل صدقي عمل ايه سمعه؟ اسماعيل صدقي اول ما مسك الوزاره لغى دستور 23، وضع دستور جديد اسمه الدستور 30. الدستور ده ادى سلطات كتير للملك فؤاد، فالشعب المصري رفض دستور 1923، سوري 1930،
الشعب المصري رفض دستور 1930 لأنه أعطى العديد من المميزات للملك فؤاد. إيه اللي حصل؟ الملك فؤاد رجع العمل تاني للدستور 23 ولغى دستور 1930. خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك، الحاجة دي مهمة جدا بهدوء كده خالص. عندي واحد في المنهج ليه اسم واحد بس، ليه حركة واحدة عملها ومشي. خلي بالك آخر درس ده كل واحد ليه حركة ومشي. كيرزون عدل يكن دي حاجة واحدة ومشي، ميلنر حاجة واحدة ومشي، ويلسون حاجة واحدة ومشي، تمام؟ عندي واحد اسمه إسماعيل صدقي. إسماعيل صدقي تولى الوزارة بعد وفاة سعد زغلول. عملت إيه سمعة؟ عزل سوري لغى دستور 1923 وأن أصدر دستور 1930. لغى دستور 1923 وأصدر دستور 1930 بس. الملك فؤاد بقى لما لقى إن الشعب مش عايز دستور 1930 لغاه ورجع العمل لدستور 23. حلو جدا، جميل. بعد كده يا جماعة الفترة دي تعددت الأحزاب السياسية. هل ده كويس؟ لا مش كويس. تعدد الأحزاب السياسية أضر بالحركة الوطنية لأن الأحزاب دي كلها كانت أداة للقصر الملكي والبريطانيا لتحقيق مصالحها دون النظر لمصالح الشعب المصري. بعدها هتحصل حاجة اسمها معاهدة 1936. إيه بقى اللي حصل ده يا جماعة هنا؟ الفترة دي عام 1935 إيطاليا احتلت أثيوبيا، جزء من أثيوبيا. فبريطانيا قالت في نفسها كده أنا شكلي أخش على الحرب عالمية تانية، أنا مش عارفة إمتى بس إحساسي شكلنا كده الأجواء العامة بتقول إن في حرب عالمية تانية. تعمل إيه بريطانيا؟ هي الحرب فعلا الحرب العالمية التانية من 1939 ل 45. قالت أنا حاسة داخل على حرب تانية وعايزة مصر تساعدني. طب هعمل إيه؟ عايزة أعمل اتفاق مع مصريين. اتفاق مع المصريين. خلي بالك المصريين ما بقوش بقى هبل. مصريين لو تفتكر فرنسا في ثلاث سنين لما كان الاحتلال الفرنسي عندنا في مصر، ثلاث سنين قمنا بثورتين. مع انجلترا قمنا بثوره سنه 1919 هم محتليننا 1880، يعني قرابه بعد احتلالهم 39 سنه. انجلترا قويه، انجلترا هزمت عرابي فاحنا خايفين. احنا اتشجعنا ايام سعد زغلول عشان المليون جندي اللي خدوه من مصر وماتوا في الحرب. خلاص بقى ابني اخويا وقريبي مات في الحرب فانا طالعه بقى اتنرفزت بقى قمت طالعه بالثوره عشان مش عشان سعدي بس يعني. فالمصريين متخانقين جدا ومخنوقين من انجلترا. بريطانيا هتعمل ايه بريطانيا؟ بريطانيا اول حاجه هتفكر فيها عايزه تعمل اتفاق مع المصريين. فراحت لمين؟ لرئيس حزب الوفد مصطفى النحاس. وفي الفترة دي كان ماسك الوزارة، كان ماسك حزب الوفد وكان ماسك الوزارة. راحت تتفق معاه بتقول له أنا حاسة إن داخلة على حرب عالمية تانية، ممكن مصر تساعدنا؟ لا عايزة إيه يعني يا بريطانيا؟ يعني نفس الكلام هو يعني تدونا المواني والطرق، تعملوا لنا السكك، توفروا لنا الحاجات اللي موجوده لخدمه الجيش، نتمركز في قناه السويس، نفس البنود. واقول لك على حاجه، لو احنا قعدنا لمده 20 سنه ما فيش حرب هنمشي من مصر. لو حاربنا وانتصرنا وانتوا ساعدتونا هنديكم الاستقلال. جه مصطفى النحاس بقى قال لك ايه؟ قال كلمه حلوه قوي،
قال ايه يا مصطفى النحاس؟ قال لك لا انتوا مع سعد الموضوع كان بالبوك، انا بقى عايزه نعمل معاهده، نعمل اتفاقيه ورق مكتوب. قالوا بس كده نعمل ورق مكتوب؟ قال لهم عشان في مثل كده بيقول لك ايه، اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. يعني احنا انتوا قبل كده ضحكتوا علينا، قبل كده ضحكتوا علينا، المره دي لا، المره دي نعمل اتفاقيه مع بعض، معاهده. طيب المعاهده يا جماعه نفس ما قلت لك قبل كده، فكره التصريح، بحبك اكرهك، يعني ايه الكلام ده كله؟ نقطه حلوه وعكسها، نقطه وعكسها. تم عقد اتفاق، معاهده اسمها معاهده الصداقه والتحالف، الصداقه والتحالف ما بين مصر وبريطانيا. مين اللي وقعها في مصر؟ رئيس الوزراء مصطفى النحاس. المعاهده اسمها معاهده 1936، معاهده الصداقه والتحالف. المعاهدة ايه شروطها؟ ايه نصوصها؟ جلاء القوات البريطانية عن القاهرة وجميع الجهات الأخرى عدا قناة السويس، يعني هيمشوا من القاهرة والأقاليم مصر بس قاعدين فين؟ في قناة السويس. طب هو ده اسمه جلاء؟ ما انتوا قاعدين. تكون مصر بوضع موانيها، مطاراتها، طرق مواصلاتها تحت تصرف بريطانيا في حالة الحرب. تتعهد الحكومة المصرية ببناء السكنات اللي هي المعسكرات، الطرق، الكباري اللازمة للقوات البريطانية وصنايعها. مساعدة بريطانيا ومصر لانضمام لعزبة الأمم. عزبة الأمم يا جماعة دي هيئة تبع بريطانيا. وانضمت ليها فرنسا، حاجات من ديت، مالهاش علاقة خالص بالأمم المتحدة، الأمم المتحدة حاجة تانية. حتى السودان تستمر طبقا لاتفاقية الحكم الثنائي مع عودة الجيش المصري إلى السودان. خلي بالك النصوص، القوات البريطانية هتمشي من القاهرة ما عدا قناة السويس. مصر تتعهد بإقامة مواني ومطارات لخدمة الجيش. تتعهد الحكومة ببناء السكنات والمعسكرات والطرق والكباري للقوات البريطانية. مساعدة بريطانيا دي ممكن تكون حاجة حلوة بقى. مساعدة بريطانيا لمصر لانضمامها لعزبة الأمم. عشان لو أنت ضميت يا مصر لعزبة الأمم، اي دوله تضم ليها تبقى دوله مستقله. استمرار اداره السودان طبقا للحكم الثنائي، يعني مصر والسودان تحت بريطانيا، بس هنرجع القوات المصريه للسودان. المعاهده هتستمر 20 سنه من 36 ل 56. في الفتره ديت كان في حرب وانتم ساعدتونا وانجلترا انتصرت، هنديكم الاستقلال. مفيش حرب 20 سنة وهنمشي. تمام؟ نتائجها بقى انتهاء احتلال مصر عسكريا مع بقاء قوات بريطانيا في قناة السويس. انضمام مصر إلى عدوة عزبة الأمم باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة. إلغاء الامتيازات الأجنبية. وفقا لمؤتمر اسمه مونترو عام 1937. تكوية الجيش المصري لكي يتمكن من الدفاع عن قناة السويس بمفرده. حرية مصر في عقد معاهدات سياسية مع الدول الأجنبية بشرط ألا تتعارض مع هذه المعاهدة. ده بالنسبة إلى المميزات. مع عودة الجيش المصري للسودان واعتراف بريطانيا بالإدارة المشتركة بين مصر والسودان. اتحول بقى يا جماعه، تحولت العلاقه بين مصر وبريطانيا من احتلال الى تحالف. ازداد نفوذ القصر الملكي لما تولى الملك فاروق العرش. الملك فاروق تولى عام 1937، توفى الملك فؤاد وتولى الملك فاروق. هنا بقى اللي حصل حاجه مهمه جدا بقى. الحرب قامت عام 1939. الملك فؤاد، سوري، الملك فاروق عمل حركه حلوه قوي، حاجه حلوه في تاريخه. الملك فاروق عملت ايه يا ملك فاروق؟ الملك فاروق لغى وزاره النحاس، مشى النحاس، ما مسكش الوزاره. واعلن سياسه الحياد. انا ولا مع انجلترا ولا مع المانيا. لتجنب مصر ويلات الحرب. يعني كفايه مساوئ الحرب بتاعت الحرب العالميه الايه؟ الاولى، المليون جندي اللي ماتوا.
انا بحارب مع ده ومع ده. انجلترا سكتت، قالت مش مشكله، مش عايزه مصر دلوقتي. 39 40 1941 انجلترا شبه منتصره شويه. جينا في نهايه 1941 وبدايه 1942 المانيا نفخ انجلترا. وخلاص ده دخلت من ناحيه ليبيا كده وجايلنا على مصر، والجيش والشعب المصري كان دايما يقعد يقول ايه؟ الى الامام يا رومل، الى الامام يا رومل. رومل مين ده؟ رومل ده قائد الجيش الالماني. المعركه اللي جايين وجايها ناحيه مصر، جايه تحتل مصر، جزء من مصر. فالشعب المصري حبه، حب الماني. هي الفكره الملك فاروق قال لك انا هتجنب الحرب، ولا حارب مع المانيا ولا حارب مع انجلترا. انجلترا ثابت كل الموقف ده لحد يوم 4 فبراير 1942. قامت القوات البريطانيه بمحاصره قصر عابدين لاجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس. جابت الدبابات او حصرت قصر عابدين، قالت لفاروق يا فاروق قدامك حلين، لا تعين النحاس لا نخش نقتلك او نعزلك. قام عمل ايه الملك فاروق؟ خلى مصطفى النحاس يشكل الوزاره. فعلا النحاس شكل الوزاره. بعد ما النحاس شكل الوزاره طبعا طبق معاهده 36. ليه بريطانيا حصرت قصر عابدين في 4 فبراير 42 لمماطله الملك فاروق على عدم اعلان مصر الحرب على دول المحور. ايه هم دول المحور؟ اللي هي المانيا وحلفائها، اللي هي دول المانيا والنمسا والمجر والكلام ده. الحرب اكتملت. مصطفى النحاس ساعد بريطانيا، انتصرت بريطانيا عام 1945. بريطانيا ضغطت على الملك فاروق وقالت له من فضلك اعزل النحاس من الوزاره. عزل النحاس من الوزاره عشان ما يطلبهاش بالاستقلال. تولى الوزاره واحد اسمه النقراشي باشا. عرض القضيه المصريه على مجلس الامن تبع الامم المتحده. مجلس الامن ما خدش اي قرار. مصطفى النحاس قاعد كل شويه يماطل، فين يا جماعه الاستقلال؟ فين الاستقلال؟ قال له ما كانش فيه، قال له ده عاملين معاهده. قالوا له بل المعاهده واشرب ميتها، مفيش استقلال هتاخدوه. لحد ما تولى مصطفى النحاس الوزاره مره اخرى. لما تولى مصطفى النحاس الوزاره مره اخرى في اكتوبر 1900 في اكتوبر 1951 اعلن مصطفى النحاس رئيس الوزراء الغاء معاهده 36. لغى معاهده ايه؟ 36. المعاهده المفروض تستمر 20 سنه، لغاها وهي كانت استمرت بس 15 سنه، واطلق الحريه للشعب لنضال ضد القوات البريطانيه. ضد القوات الايه؟ البريطانيه. هنا بقى قال جماعات الفدائيين، شفت اي جندي بريطاني اقتله، شفت اي جندي بريطاني ايه اقتله. طيب هنعمل كده. بريطانيا اكتر فين وجودها؟ بريطانيا وجودها اكتر في قناة السويس. فجي مصطفى النحاس زود رجال الشرطة في محافظة الاسماعيلية وادهم اسلحة عشان يساعدوا الفدائيين. بريطانيا عرفت، قامت راحة حاصرت مبنى محافظة الإسماعيلية. مبنى المحافظة اللي هو عندنا زي محافظة الغربية، عندنا في طنطا في شارع البحر مبنى المحافظة اللي هو مع النحاس، البحر مع النحاس. قامت القوات البريطانية راحت حاصرت مبنى محافظة الإسماعيلية وقالت لرجال الشرطة لو سمحت سلموا أسلحتكم. رفضوا رجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية تسليم أسلحتهم. حصل اشتباك ما بينهم،
مات عدد كتير واستشهد عدد كتير من رجال الشرطة يوم 25 يناير 1952. عشان كده يوم 25 يناير عيدا سنويا للشرطة، عيد سنويا للشرطة قبل ما يكون عيد الثورة بعد 2011. بعدها انجلترا عايزة ترهب وتخوف المصريين. في اليوم الثاني يوم 26 يناير 1952 عملوا حاجة في القاهرة اسمها حواريخ القاهرة. معظم المنشآت العامة المهمة في مصر تم حرقها، بريطانيا حرقتها. دي صورة مبسطة، حريق القاهرة يا جماعة موجود كتير على اليوتيوب، اكتب بس حريق القاهرة هتشوف المناظر كانت عاملة ازاي. طبعا هنا كانت بمثابة انهاء للنظام الملكي، وفعلا الجيش المصري اتحرك بقيادة جمال عبد الناصر، وهنقوم بثورة اسمها ثورة 23 يوليو 52 في نفس السنة اللي فيها حريق القاهرة في 52، وهنلغي بقى النظام الملكي والاحتلال البريطاني هيمشي، وهتعلن مصر الجمهورية بدلا من الملكية، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله بإذن ربنا في الترم القادم ان شاء الله. درس مش صعب بس هو احداثه كتيرة والمنهج مشروح قليل، فطالما انت بتذاكر تاريخ في حاجات واقعة مش عارف تجمع المعلومات، يا ريت يكون يعني وفقنا ربنا في اللي احنا قدرنا نوصل لك حبة معلومات. بعد ما تخلص الكلام ده عندك حبة أسئلة اكتب ما تشيل العبارة، يا ريت تبقى تراجعها سريعا. مؤتمر بمقتضاه تم إلغاء إنجازات أجنبية، ده مؤتمر مونترو في سويسرا، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويلسون، وزارة قابلت صاحب الجيش المصري من السودان زيور، جزيرة تم نفي سعد زغلول المرة الأولى مالطا، المرة الثانية سيشل، معتمد بريطاني السير وينجد، شكل لجنة من 30 عضو عبد الخالق ثروت، وزير خارجية بريطانيا فاطمة عدل يكن، كيرزون، رئيس مجلس الشيوخ زيور اللي وافق على سحب الجيش المصري زيور، برضه اللي فوق كان زيور، معتمد بريطاني تم تعيينه على مصر بعد ثورة 19، الجنرال الليندي. في أسئلة تانية اهيت يا ريت ابدأ شوفها وتراجع عليها، ربنا يوفقكم. كده يا جماعة درس الحركة الوطنية والكفاح من ثورة 19 حتى 52 اللي هو الجزء بتاع سعد زغلول مصطفى النحاس، خدناه على جزئين. ربنا يوفقكم، أشوفكم في فيديوهات قادمة. سلام، ربنا معكم.